منذ زمن طويل عندما قرأت للمرة الأولى نصاً من نصوص القديس بولس في رسالته إلى أهل روما تفاجأت جداً. ففي الآية 22 من الفصل الثامن نقرأ: فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا. ما أدهشني في هذا النص كان أنه يوحي لنا أن الطبيعة، أي الخليقة، هي شخص، وهي شخص له صلة بالإنسان لأنها تئن ونحن أيضاً نئن، وهي تئن في انتظار مجيء أبناء الله كما يقول لنا القديس بولس. كان كما لو أن الخليقة تنتظر أن يقوم أبناء الله، أي البشرية، باختبار شيء ما. لكنني الآن أفهم النص بشكل أفضل. فبعد صدور رسالة البابا العامة الأخيرة بعنوان لاوداتو سي، كن مسبحاً، التي سنتكلم عنها، فهمت أن نص بولس هذا كان في الواقع نصاً نبوياً. على سبيل المقارنة، يشبه الأمر زوجاً مؤلفاً من رجل وامرأة، حيث الرجل هو الإنسان والمرأة هي الطبيعة. وأمام هذا الزوج المؤلف من الإنسان والطبيعة رهان رائع هو رهان الموت أو الحياة. والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه اليوم هو أننا ندرك، وبابا روما ليس الوحيد بهذا الرأي، أن من بين جميع المخلوقات الموجودة منذ الأزل على كوكب الأرض، سواء كانت نباتية أو حيوانية، الإنسان، أي جنس البشري، هو المخلوق الأكثر دماراً وهيمنة. فقد بات الإنسان الآن والجنس البشري موجوداً في كل مكان في العالم أجمع، وحتى في الهواء والسماء. والإنسان يدمر الطبيعة، وكما لو كان يدمر أحد الآخر في هذا الزوج المؤلف من رجل وامرأة. وهذا أمر محزن فعلاً، لأن الإنسان يأتي من الطبيعة ويذهب إليها، فنحن متصلون بالطبيعة. لذا هذا الفيلم مليء بالأمل، وهو يبين أنه يمكننا التوصل إلى حل في الواقع. وحينما يكون هناك تناغم ما بين الإنسان يكون الأمر أشبه بالجنة، وهذا الفيلم يخبرنا عن جنة فعلية موجودة على الأرض. هناك قصص تعطي الأمل، وهذه القصة تقع أحداثها في البناء، وهي تبشر بالمستقبل الواعد للقارة الأفريقية والعالم. يحاول غودفرين زاموجو، نيجيري الأصل، إزالة الفكرة السائدة بأن أفريقيا غير قادرة على حل مشاكلها من دون دعم من الخارج. في ثمانينيات القرن الماضي، وفيما كان يعمل في مختبر في الولايات المتحدة، تأثر بشدة بصور المجاعة والجفاف الرهيبة التي كان يراها في إثيوبيا. كنت أرى تلك الصور كل يوم، وكانت تزعجني فعلاً. فقلت في نفسي: أنا عالم وكاهن كاثوليكي، أنا أنتمي إلى الرهبنة الدومينيكانية وأبحث عن الحقيقة، إذن ما الذي أفعله هنا؟ بالنسبة إلي كانت تلك دعوة شبيهة بالدعوة التي سمعها القديس بولس: تعال إلى مقدونيا لمساعدتنا. فسمعت إذن هذه الدعوة، ولكن لم أكن أعلم كيف علي الاستجابة. فطرحت هذا السؤال على رفاقي وأهلي، وما كانت ردة فعلي الأولى؟ تماماً مثل الجميع، إذ قررت في البدء أن أقوم بتوزيع المواد الغذائية وتقديم المساعدات الإنسانية. وهو أمر جيد، لكن والدي طرح علي السؤال التالي: هل هذه هي الطريقة الأفضل للاستجابة لدعوتك؟ بدلاً من أن تخفف معاناتهم فحسب، من المهم أيضاً أن تنقلهم إلى حالة أفضل. عليك الانتقال من تخفيف المعاناة إلى أحداث تحول يدوم لمدة أطول. وهكذا نشأ مشروع سونغاي.
كان سونغاي اسم امبراطورية وملتقى طرق للتبادلات التجارية في قسم كبير من غرب أفريقيا في القرن السادس عشر. وهذه المبادرة الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة والتي انطلقت في العام 1985 تستند إلى تلك القصة التاريخية. بدأت أعمل مع حوالي 10 سجناء سابقين، شباباً كانوا قد تركوا المدرسة ولم تكن تنبت هنا حتى الأعشاب الضارة. كان ذلك مشروعاً كبيراً دولياً بقيادة أوروبيين وأفارقة، وكان عبارة عن مركز بستنة وتغذية، وكان يطبق هنا. كانت الأرض قد أصبحت قاحلة بسبب سوء استخدام التكنولوجيا، وبالنسبة إلي كان ذلك يعكس طرق الزراعة القديمة. تحصل التنمية بكل بساطة عندما يكون الشعب قادراً على استثمار قواه الداخلية لانتهاز الإمكانيات المتاحة وتحويلها إلى سلع وخدمات تتلائم مع احتياجاته ورغباته، فهنا يكمن منطق التنمية. وصلنا إذن إلى هذه الأرض، وبالكاد كانت أمامنا مساحة تقل عن هكتار مربع واحد، ولكن كان علينا أن ننشئ هذه المنظومة المتكاملة المؤلفة من بضع دجاجات وبضعة خنازير وحديقة وحوض أسماك في الوقت عينه. كان هدفي أن أبرهن أن المهم ليس المال ولا الأرض الخصبة، بل الأهم هو الإنسان الذي لديه رؤية واضحة وشجاعة والتقنية اللازمة والتكنولوجيا الموثوقة التي تتماشى مع واقعنا اليوم. يقوم نموذج التنمية الذي يعتمده مشروع سونغاي على تكامل كل عناصر الإنتاج بشكل ينشئ تناغماً ممتازاً بين الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وتربية الأسماك. فالفضلات التي تنجم عن أي قسم تحول إلى مواد أولية في قسم آخر بفضل إعادة التدوير. ويعزى نجاح مشروع سونغاي إلى التكامل بين مختلف جوانب الحياة والاتحاد القائم بين ركائز خمسة رئيسية. يأتي أولاً الثروة الحيوية البيئية المؤلفة من موارد البيئة، وهي الكنز الأثمن في أفريقيا نظراً لغناها وتنوعها وغالباً ما يساء استخدامها. تكمن قوة الثروة البيئية في الكائنات الحية الدقيقة، فهي كثيرة جداً، يصل عددها إلى آلاف الكائنات التي تنظم حياتنا سواء من حيث صحتنا أو البيئة أو الإنتاج، غير أنها مورد هام مهمل ومستضعف وحتى مدمر اليوم. وهذا ما يكاد يؤدي بنا إلى كارثة بيئية. يأخذ مشروع سونغاي هذه المشكلة على محمل الجد، والمختبر الذي ترونه هنا ليس مختبراً هائل الحجم بل مختبراً متواضعاً، وذلك لكي نبين أن الحل في متناول يد الجميع. أترون هذه النبتة مورينجا؟ تحتوي هذه النبتة على كمية مياه منخفضة، لذا فهي تجف بشكل أسرع. سوف نستخرج عصارتها المليئة بالفيتامينات، وهي فعلاً هبة من الله. والأمر الملفت هو أن هذه النبتة التي بإمكانها أن تنقذ العالم بفوائدها لا تنبت في البلدان الثرية بل في البلدان الفقيرة فحسب، ولكن لا يلاحظها أحد. يمكننا استخدام هذا السائل الذي نحصل عليه من النبتة لتغذية الدجاج والإنسان وإغناء التربة، فقد بات لدينا الآن هذه القوة التي لا يمكن استبدالها بأي منتج كيميائي في العالم أجمع، وهي هنا بين أيدينا. نحن هنا في وحدة تسميد ثانوية في مركز سونغاي. نقوم هنا بصنع السماد. نستخدم مواد عضوية من أصل نباتي وحيواني مثل زبل الدواجن والفضلات المتأتية عن وحدات أخرى في مركز سونغاي. فكل ما لا يعود له نفع في الخارج يصبح مواد أولية بالنسبة إلينا. نضع أولاً المواد النباتية في القعر، ثم نرش المياه عليها ونضيف الزبل. لماذا نضع الزبل الرطب؟ لكي نساعد الأوراق التي في القعر على التحلل بسرعة.
من المفرح جداً لي أن أعمل هنا. نحن مطلوبون في كافة أنحاء المشروع لأننا نشكل قاعدة الإنتاج الحيوي للمشروع. تطلب مساعدتنا كل يوم وهو أمر مفرح. الكل يأتي لطلب مساعدتنا، فنحن نقدم فائدة كبيرة لمركز سونغاي. تشكل الموارد البشرية الركيزة الثانية للتنمية الفعلية والمستدامة. من منظور علم البيئة المتكاملة، يقع الإنسان في صلب مشروع سونغاي، وهو مدعو في كل حين لتجسيد إبداعه ومخيلته من حيثما كان قادماً. الإنسان قادر على الرؤية والتفاعل والعيش بتناغم، وبالتالي فهو قادر على تنمية هذه البيئة والنهوض بها. وتكمن رسالته أولاً بالفهم والمرافقة، وذلك تحديداً ما ورد في رسالة البابا بعنوان كن مسبحاً أو لودتو سي. يسمح المختبر الحيوي بإجراء تجارب جديدة. يتم هنا توفير الاحتضان لما تبقى من أشجار النخيل لإثراء إنتاج مجال تغذية مختلف كلياً، مجال الفطريات. تشكل الفطريات بديلاً ممتازاً للحوم والأسماك لأنها تحتوي على البروتينات، وهي غنية بالمعادن والفيتامين بي، وهي جيدة لنمو الأطفال كما وللأشخاص المسنين الذين بحاجة إلى الكثير من البروتينات والمعادن. تتم تصفية مياه الصرف الصحي الناتجة عن سونغاي وتنقيتها بفضل ورد النيل، وهي نبتة تعرف لكونها كابوس صيادي الأسماك. تحل هذه النبتة هنا مكان محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبذلك تستخدم المياه التي تتم معالجتها للري وتفيد بعناصرها الغذائية المحاصيل الزراعية المحيطة بنا. كما تفيد هذه المياه الأسماك بجلبها لها عناصر التسميد المنتقلة إليها من النباتات بفضل هذه المنظومة المؤلفة من الأواني المتصلة ببعضها البعض والتي تعمل بمبدأ السكب من وعاء إلى آخر. تتم تصفية المياه فتصبح نظيفة من جديد. ما ترونه هنا هو مجمع الأسماك، وهو مدمج في هذه البيئة المبتكرة. لما تم وضعه هنا؟ لتعزيز عملية إعادة التدوير، فقد أضفنا كائنات حية دقيقة من أجل إخصاب الماء، والآن نستخدمها للري. ويجري هنا تقطيع نبتة المورينجا التي سبق أن رأيناها، وهذه الوحدة هي التي تقوم بذلك. المياه التي تخرج من هنا لا تسبب التلوث، بل على العكس، فهي تعزز الإنتاجية والبيئة وتعزز صحة الأسماك. وكل ما ترونه موجود لأننا استغرقنا الوقت الكافي للنظر من حولنا وانسجمنا مع الطبيعة، فهي دليلنا وبوصلتنا. وهذا هو معنى التواضع. فكما قال الحبر الأعظم، نحن الأوصياء ولسنا الملك، والعلم يساعدنا على الإصغاء للطبيعة. بحسب ما جاء في رسالة كون مسبحاً لوداتو سي، الحرية الإنسانية هي قادرة على وضع حدود للتقنية وعلى توجيهها والتحكم بها لخدمة نوع آخر من التقدم أكثر سوية وأكثر إنسانية وأكثر ملائمة للمجتمع وأكثر شمولة. لا يجب أن نلجأ إلى أي تقنية عشوائية. التقنية الملائمة فعلاً هي أن تسفر عن فوائد على جميع الأصعدة، الإنتاجية أو البيئية أو جودة الإنتاج أو غير ذلك، ونحن نبحث عن كل هذه الأمور. يكمن إنتاج الطاقة من المخلفات في صلب نموذج المدينة الريفية الصديقة للبيئة الذي أنشأه مشروع سونغاي. نحن هنا في وحدة إنتاج الغاز الحيوي.
يتم إعداد هذا الغاز من مواد عضوية من أصل حيواني ونباتي وحتى بشري، كما ومن المادة الناتجة عن تصنيع المأكولات الغذائية. تقوم هذه المصافي التي أمامنا بإزالة الغازات الغير مرغوب فيها، فلا يبقى أمامنا سوى غاز الميثان الذي يمكن للآلات استهلاكه. ترسل الطاقة الكهربائية المنتجة إلى الشبكة لتغذي الصناعات التي أمامنا ومباني الإدارة وحتى الحديقة. الركيزة الرابعة اجتماعية وثقافية. في الماضي كان التناغم والجو العائلي السوداني في الكرة الأفريقية، أما الآن فنحن ممزقون، اذبحنا أرواحنا وضحينا بها على مذبح الجشع من مال وسلطة وما شابه. لقد ضاعت ميزة العلاقات الأفريقية، فنحن ننظر إلى إخوتنا وأخواتنا كوسائل لكسب المال. يجدر بالأفريقي أن يبحث عن النبل في ثقافته، إذ إن الأفريقي هو الذي يحترم الطبيعة والعلاقات والأجداد. كل هذا مهم بالنسبة إلينا. ما رأيته للتو مثال جيد، هو نموذج لما يعرف بالتنمية الذاتية، أي أن الأفارقة كما وجميع شعوب الأرض يستطيعون الاعتماد على أنفسهم ليضمنوا تنميتهم الذاتية. لسنا بحاجة إلى أن نتغرب لنقوم بما رأيته الآن هنا بواسطة وسائل متواضعة. هذا مصدر وحي كبير بالنسبة إلي. الركيزة الخامسة هي المال. المال مهم، والمال هو السيولة التي تساعدنا على تعزيز الركائز الأخرى. هذا هو دوره. نريد أن نعيد المال إلى مكانه كمسهل للأمور، وليس كسيد للعالم كما هي الحال اليوم، إذ إن المال والاقتصاد يحتلان في عالمنا اليوم المكانة الأولى. فقد طورنا ما أسميه اقتصاد المشاركة. بالنسبة إلينا، اقتصاد المشاركة هو أن تعلم أحداً الصيد فيكون حراً كل حياته، ولكن إذا أعطيته السمكة اليوم ستضطر إلى إعطائه سمكة أخرى غداً. مجد الله يظهر في الإنسان الحي، الإنسان الواقف، وأعتقد أنها هذه هي فكرة سونغاي الرئيسية. بدأ هذا المشروع منذ 30 عاماً، وبه نخرج من ذهنية المساعدة المالية إلى تحمل الفرد مسؤولية ذاته. وأرى الكثير من الشبان الذين تم تدريبهم في مشروع سونغاي يعملون لحسابهم الخاص، لأنهم فهموا أنه لا يمكنهم بعد الآن أن يمدوا يدهم لطلب المساعدة، بل عليهم الاجتهاد ليؤمنوا لقمة عيشهم ويلبوا حاجاتهم الخاصة وحاجات عائلاتهم وبيئتهم. أنا هنا للمشاركة في دورة تدريب تحضيرية للزراعة تمتد على 25 شهراً، لأحسن مهاراتي كي أتمكن من إدارة موارد الكنيسة أي المزارع وأقوم بأنشطة حيوية. هذه طريقة للبشارة انطلاقاً من العمل. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أتعلمها هنا في هذا النظام المتكامل. أنا متفائل وسأنجح. الكونغو يخبئ فعلاً مخزوناً زراعياً إيكولوجياً.
إن التدريب على زراعة المستدامة ونقل مهارة العمل هما من الأمور الأساسية في سونغاي. تعزز أكاديمية سونغاي ليدرشيب بزوغ مجموعة من قادة الأعمال في بنان وفي بلدان أفريقية عدة. ونزور اليوم مركز تعزيز ريادة الأعمال الزراعية في كيتو على بعد 120 كيلومتراً من بورتو نوفو. كل ما ترونه من أقسام مختلفة يشكل إطار تدريب للطلاب على مساحة 110 هكتارات تقريبا. هنا يتواجدون على أرض الواقع. ونحن نتوجه الآن إلى مكان تواجد الأرانب، حيث سترون الطلاب في نشاط تعليمي حول التنشئة والإنتاج. ندرب الطلاب من خلال الممارسة ومعرفة كيفية العمل وتعليمهم على تحمل المسؤولية، وفي وقت معين ينسحب الأستاذ شيئا فشيئا ويدع الطالب بمفرده في خضم النشاط، وتقيم كل تلك المراحل بوسائل تقييم. نعود لنتجه إلى مركز سونغاي في سافالو. هنا يتعمق الطلاب بأسرار زراعة نبات المانيهوت والأرز، كما وتربية الخنازير والأسماك، وكل هذا يحصل في هذا المكان الطبيعي. في الصباح يرسلون إلينا نبات المانيهوت، نقشره ونضعه في أكياس، وفي اليوم الثالث نبدأ بشويه. كما نقوم بصنع الجاري ونطعمه بجوز الهند والحليب والسكر، وهذا يعطيه طعماً لذيذاً. هنا تقدم الطبيعة سيمفونية سمعية خاصة بها. إن الاستماع إلى الراديو وسمارتفون حتى المجهزة منها بسماعات للأذن أمر ممنوع خلال ساعات العمل، وهذا التدبير يسمح للعاملين بالتناغم مع الخليقة وأن يكونوا على تواصل أكبر مع زملائهم. يحمل مركز سونغاي ثماراً تتجاوز حدود مراكزها. يعمل كامي الآن لحسابه الخاص بعد سنوات من تدربه في سونغاي، وتخصص مع زوجته دلفين في تربية الدجاج وحرفة إنتاج زيت النخيل. أنا أعمل منذ 16 سنة وأصنع قليلاً من كل ما تعلمته في مركز سونغاي وحتى أكثر. أحاول أن أفكر في نفسي وأن أتأقلم. إن دجاجنا في البناء يحتاج لوقت طويل يكبر وهو غير منتج. أحضرت دجاجاً من الخارج وقمت بتهجينهم. استغرق اختياري لهذه المجموعة 4 سنوات، والآن لدي دجاج يكبر بسرعة كبيرة وهو منتج ومطلوب جداً. وهذا مكنني من توظيف شباب لم يستطيعوا إكمال دراساتهم وشباب عاطلين عن العمل وهم يعملون معي. أستقبل متدرجين من المعاهد الزراعية، وقد تم تقليدي في العام 2006 من قبل رئيس الجمهورية بوسام فارس في الاستحقاق الزراعي. في ضواحي مدينة كوتونو أسست دوميتي الفرنسية والأبو سيرج الفرنسي البنيني ب
بالاستيحاء من سونغاي مكانا خاصا للأطفال وهو مركز داميا مولوكاي. نرغب في أن نفعل بطريقة حسية للغاية رسالة البابا، حيث كل شيء مرتبط، حيث الجماليات والتربية والاقتصاد عناصر تعمل لخدمة الأطفال. أسس الأب نزاموجو مدرسة تشكل مرجعاً للجميع، وأنا حين كنت إكليريكياً حظيت بفرصة القيام بتدريبات عدة في سونغاي وحتى الإقامة فيها مؤخرة، وغالباً ما أذهب إلى هناك. نريد هنا بطريقة رؤيتنا للبيئة أن ننشئ صلة بين النباتات المختلفة، إذ لا شيء يضيع ولا شيء يخلق، بل كل شيء يتحول، وهذا منطق تحول بهدف ترقية الإنسان في كل أبعاده. يمكن القول إننا ورثة لما أنشأه مركز سونغاي ونحن ممتنون له. أكثر ما يهمني بشأن مركز داميا هو أن يكون فسحة مخصصة لكافة الأطفال، وأن يتمكن كل الأطفال من المجيء للعب وتنمية إبداعهم ومواهبهم، وأن يسمح لهم ذلك بالتطور وربما أيضاً إحراز التقدم في المدرسة. هذه الثقافة التي نحاول أن نؤسسها فيها طعم الإنجيل. هذا الإنجيل الذي فسره لنا البابا فرانسيس في رسالته العظيمة لاوداتو سي، كن مسبحاً، حيث الخليقة بأسرها في حالة تمجيد، كل الخليقة تأن، كل الخليقة من صنع الله وهي موجودة لتمجده وتسبحه. إنما في هذا التمجيد للإنسان دور أيضاً عليه أن يؤديه. منذ 4 سنوات كنت أعاني من مشاكل صحية، فقلت يجب أن أقوم بتحاليل، وكانت النتيجة أنني مصاب بسرطان يتفشى بسرعة كبرى، وأول ردة فعل لي كانت الخوف، وفجأة تغيرت، وبدلا من أن أهرب من هذا الواقع أردت أن أتقبله، وبتقبلي اكتشفت أن هذا الضعف هو جزء منا، وجعلني هذا أفكر على مستوى فهمي للعلم أن كل شيء يتحرك وكل شيء يتغير. الخطيئة، الحزن والألم هم نتيجة رفضنا لهذا التغيير. وما إن تقبلت هذا الضعف ونقطة الحياة هذا، شعرت بقوة فائقة. ليس لديك وقت لتكره، ليس لديك وقت لتقوم بكل هذا. تشعر أنه عليك أن تحب، وكأن غشاء تساقط عن عيني، فبدأت أرى ما لم أكن أراه من قبل، وأنظر إلى الناس بطريقة مختلفة، وأحاول إيصال ذلك للآخرين. من إنجيل لوقا الفصل 13 الآية 18 و19، وقال يسوع: ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه؟ هو مثل حبة من خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فنمت وصارت شجرة تعشش طيور السماء في أغصانها. نصلي لك يا رب من أجل الرجال والنساء المكرسين ذواتهم للبحث عن نمو متناغم مع الخليقة يعطي الإنسان الدور الرئيسي، ولكي نشعر بأننا معنيون بهذا التحدي بأن نهتم بحديقة العالم لكي ننقله إلى الأجيال القادمة. علمنا أن نستعيد فهمنا لمعنى التوازنات واحترام الحدود بالتواضع والتسبيح. اجعلنا منفتحين على مشاركة الخيرات التي تهبنا إياها.